بعض المرات كنخرج نمشي تيسع الخلا ما يشوفني حتى شي واحد فيهم وكنبقى نبكي. ما قدرتش انا نزود الكلوه، الا زودت الكلوه زولت روحي. من ديك الاحلام المزعجه اللي كنشوف مفوش عندي وليت الحمد لله مرتاحه. كنت نقول يا ربي ان كنت انا واحده من هادي تيبراو. خديته انا وفعل يالله. انا جربت هاد الشيء وهاد الفيروس سي ما بقاش عندي في الكبده. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ولا تيأسوا. كيف ما عودناكم حالات شفاء كننقلوها لكم من مختلف ربوع المملكه. اليوم كنتواجدوا بشمال المغرب وبالضبط بمنطقه القصر الكبير التابعه لاقليم طنجه بمنزل السيده السنوني صفيه لنشاركها فرحه شفاء ابنتها السيا السنوني. السلام عليكم سيده السنوني وشكرا لاستضافتكم لنا. عليكم السلام، مرحبا بكم عندنا. بارك الله فيك. نحن فرحانين بكم، نهار كبير هذا، عاش من شافكم. بارك الله فيك. بداية عواج مبروكة ورمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية بخير. عليكم وعلى الأمة سيدنا محمد. بارك الله فيك. آسيا الحمد لله على الشفاء ديالك. كنتي كتعاني من آلام الرأس، عندك ميكروب الجيوب الأنفية وبجهة الجبهة وكتعاني من التعب الشديد. استعملتي 12 المنتج أو مكمل غذائي للشيخ الهاشمي. آسيا غنرجع بك اللور وتحكي لنا على المعاناة ديالك، كيفاش مرضتي، السبب ديال المرض ديالك، الأعراض اللي ظهروا عليك. مرحبا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا آسيا سنوني. أول مرة بس مرض كنت في العرس العائلة ديالي، من خاصة أيضا هاديك العرسية ناض عليا راسي، وهاداك النهار راسي ديما بقا ناض عليا، ديما طايحة، ديما الدوخة في راسي ديما. واحد النهار الأم ديالي جابت الدواء الأخ ديالي شافتو حقيقة. مقاطعة قبل الحقيقة، يعني ما حاولتيش تشوفي طبيب تحاليل؟ جيت الطبيب خازو الدواء، خازو تاع هذاك الرصاص ديال النفس، خازو هذاك. واخا نرجعو السيده صفيه الام ديالك اللي تقربنا اكثر من المعاناه، اكيد انت عشتي مع البنت ديالك رحله معاناه مع المرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اي الصلاه والسلام. انا عندي هذه البنيته كانت خرجت من الشمس تقاصت بالراس ديالها، الالم قاصح بزاف. ديتها عند الطبيبه، ودوزت الطبيبه وخرجت الدواء وجبت لها داك الدواء شي شويه وصافي ما نفع والو. رجعناها لها عاود خرج لها دواء اخر، عاود ما قضى لها والو. قالت لنا دعملوا لها سكانير. حنا عملنا لها سكانير في الرباط، قالوا لها ما عندها والو، البنت ما عندها حتى شي حاجه. رجعنا عند الطبيب خرج لها دواء اخر، داك الدواء ما قضى لها والو. كاينه فين ديوها حنا كنا بادين ندوا عندها شي مده. وشحال المده وهي مريضه؟ واش شهر بزياده. وهي كنيا كانت حساسه من كان صغيره. كان عندها شي حس، ما هي شي صحيحه من كان صغيره. وقلنا ما عندنا فين نمشيو دابا، الغالب الله الدواء هذا ما قدرش يسكن، قالوا ما عندها حتى شي حاجه. قلنا نمشيو للهاشمي. باش تعرفتوا على الشيخ الهاشمي؟ الهاشمي انا كنعرف في 2005 تعرفت عليه انا الاولى. كنت متبعة مع القناة ديالو، كانت عزيزة عليا القناة ديالو، شفت الناس اللي يتعالجو، شفتو ملي جا فرنسا وشفت اللي عالج الناس في الأمراض، عند الأمراض خطيرة اللي عالجهم، وأمنت فيه من الأول قبل ما نبدا أنا الدواء ديالو، أمنت فيه. يا باش أنا شفت الدواء من عندو نولي. كنت أنا بدي الدواء خاها مشيت ما عرفتش، ما كانتش عندي مثلا تشخيص الحالة مع عند الطبيب. أنا غير نقاطعك باش الناس يتبعوا معنا، يعني قبل ما تعالجي آسيا بالدواء ديال الشيخ الهاشمي كنتي أصلا كتعاملوا معاه على أساس الإبن ديالك كان مريض. يعني آسيا ثاني. كنت عارفة الدواء ديالو مزيان، كنت مجربة في ولدي. من بعد قلت ما عندي فين نمشي، ما كاينش شي طبيب اللي هو غيعتقني من غير الدكتور الهاشمي، هو اللي غيمشي يجيب العلاج ديالو لبنتي. مشيت عندهم قالوا لي خصنا تشخيص الحالة ديالها، حتى شي طبيب ما قال لي شنو عندها. قلت لمودي هاباش لدعانيها باش لدعانيها باش لدعاني، عطاوني الدواء هذاك على حسب القول ديالي. جبت داك الدواء عطيناه لها مع العصر، جبتو كانت بالجمعه في مع الليل، ولات شويه الحمد لله ما صابيناش خايفين عليها. تبعنا لها
تبعنا لا ايوا كملات الجرعه الاولى المنتج الاول كملاته الجرعه الاولى الجرعه الاولى عليها ولا شويه ماشي تجيب الاخره وجبت واحده اخرى وجبت لها كيف قالت لينا قالت لك ملي استعملتها نعسات وارتاحت فيما كنجيبوا لها دابا انا في الوقت اللي كنجيبوا لها ملي حيت كنت نقطع الدواء ما كنتش نجيبوا دائما فيما كنجيبوا لها خاطر تكون عيانه كذا كتشربوا كدوني مزيانه هاك تشربوا كدوني مزيانه تبعت هذاك الدواء هو ما لقيناش تبعت هذاك الدواء ما كنتش كملت لها العلاج ما كملت لهاش العلاج عام الاول انا سافرت وخليتها بخير عيطوا لي خوتها قالوا لي ديرها عيانه اجي 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 خنا راها عيانه جيت لقيتها هنا في الحاله الموت ما لقيت فين ندير قلت انا ما عندي فين ندير حتى شي طبيب ما يقول لي شنو المرض ديالها حتى شي طبيب ما يقول لي شنو عندها حتى شي طبيب ما يقدر يخرج لي شي دواء باش قلت صافي نمشي نكمل العلاج ديالها من دكتور هاشم قلت لها بنتي دابا ما عندي فين نمشي غدا نمشي نجيب لك الدكتور نكمل لك العلاج ديالك مع الدكتور الهاشمي قالت لي شحال غيبقى الدكتور الدواء الدكتور الهاشمي يجي قلت لها يمكن يبقى 3 ايام ونجيبو لك قالت لي 3 ايام تنكون موت مسكين هنا في هاد البلاصه هادي قالت لي من هنا 3 ايام تنكون موت قلت لها بنتي رجع في الله مشيت خلصت مشيت لطنجة خلصتو وجيت هاد 3 ايام رجع جبتو كان الجمعة خليتها هنا مصافي مساليه تتقول في الحالة الموت مع العصر عطيت هذاك الدواء مع العشاء جلست ولات بخير الحمد لله كانت ولات بواحد الحاله مزيانه بزاف علي ما نقصت شويه دابا مع رمضان هذا لا كانت ولات بواحد الحاله غزال انت دابا ما شاء الله عليها كانت ولات كانت ولات انا ما قلتش زعما عندي الوقت باش نتبع لها انا عاودت لك الظروف كيفاش عرفت ما دواد هاشمي اللي هو مسكين الله يكون الله ولا اتصل به شي مرض ما لقى فين يمشي دواد هاشمي بحال رحمه سيدي ربي هذاك الشيء نرجعوا لك اسيا استعملتي 12 المنتج باش كتحسي دابا مني دابا الحمد لله تحس مزيان راسك ما بقاش كنحس ونيفك الجبهه ديالك الانف ديالك والجبهه ديالك ما بقى كنحس بها يعني كتنفسي مزيان نهار الصاب تواجهت وصافي سبيت والصحه ديالك التعب لا هذاك في الاول كانت تزين شويه السخفه ونقدر ندير والو دابا الحمد لله نقدر ندير الصغار الصابين هادو حيت في الاول ما نقدر نعمل والو ودابا كتصومي تبارك الله يوم اللي كتصومي صافي راه الحمد لله لا ديما ديما كتصوم الحمد لله الحمد لله تا رمضان واحد رمضان عاوتاني كان معقل بعدي كتعمل الدواء وكتدير كتصوم راسي كان معقل بعدي كان غلبنا رمضان بزاف دابا شويه الحمد لله ايوا الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى الحمد لله وانت دابا استعملتي المنتجات ديال الشيخ الهاشمي يعني لقيتي الفرق كيف كانت الصحه ديالك وملي كتستعمليه كيف كتولي الصحه ديالك لا حنا ما لقينا فين نمشيو حنا ملي قالنا الطبيب ما عندها شي ما عندها حتى حاجه يعني الدواء ما اللي عطاونا ما عالجناش ما لقينا فين نمشيو ما بقى لنا شي فين نمشيو صافي غنمشيو للسكانير السكانير قالنا ما عندها والو الدواء اللي عطاونا ما وافقناش فيه غنمشيو مي اللي دارها راه دار ما بقى لنا فين نمشيو دابا مشيت انا عند الدكتور الهاشمي غير اللي كنشوف فيها بعيني قلت لهم ها كيفاش ني الحاله ديالها كيفاش ني الحاله ديالها كيفاش ماشي مشينا بالوراق للطبيب انا الطبيب قال لنا ما عندها والو وكيف كتشوفي بنتك دابا دابا مخيره الحمد لله قلت لك ماشي مشينا مثلا بالوراق للطبيب قلنا لها باش تعني باش تعني ما عندناش حتى الطبيب ما قال لنا عندها شي حاجه يعني كيقولوا ما كاين والو ولكن ما عندها ما عندها والو الدريا ها هي ما عندك والو حاجه هي داكشي اللي كان عندها الحرق في الراس ديالها في الجبهه ديالها وكطح الارض مره انه ما قلنا لمودها كيفاش ني الحاله ديالها كيفاش ني الحاله ديالها هما سمعوا القول ديالنا وعطاونا العلاج على ذاك القول اللي قلنا له ماشي حنا هما عطيناها من الوراق للطبيب ولا شي حاجه انا الطبيب قال لنا ما عندها والو هذا العام عملت ثلاث تحليلات عرفت شحال عملت ثلاث تحليلات هذا العام عملت ثلاث ديال القلب عملت ثلاث الدم واش يدمج عملت لها شي خمسه تحليلات السكر الملح هذا نقصان الدم كلشي كلشي قالوا لي ما عندهاش الحمد لله ما لقيتش ما عرفت اختي سبب السحر ولا عين ولا شنو اللي باش ولا هادشي والحمد لله في الاخر الحمد لله جاب الله الشفاء والحمد لله والله دوام الصحه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد السيده بارك حنا الدكتور حنا الدواء الدكتور هاشمي ما كرهناش يكون عندنا يوميا ولكن الغلط الله واش غديروا ما كرهناش يكون عاد معنا عايش معنا الدواء الدكتور هاشمي بزاف الناس والله القاسم ما كرهنا كيبقاو ما كرهناش يكون عايش معنا الدواء دائما عباره عن عشاء وعسل حر ما كرهناش يكون قريب القصر واخا العسل واخا يكون عندنا العسل الحر لا والو الدواء ديالو من عنده من يده هو هذاك عند الاعصاب الطبيب عنده البركه الله وصافي البركه من عند الله الدواء سبب وشفاء من عند الله سبحانه وتعالى لا والو كان الله سبحانه وتعالى ما جاش الشفاء من عند الله والسبب من عند الله ما غيكونش النجاح
طبيعة الحال النجاح راه جا من عند الله سبحانه وتعالى، هو سبب الله تعالى وتبارك فوجه الأمة سيدنا محمد الحبيب والمسلمين تعالجوا سبب الدكتور الهاشمي سبب الكمال من عند الله. هذاك الشيء. الله هو اللي كمل الحبيب الله هو اللي كمل. شفاء من عند الله سبحانه وتعالى. نشكر الله ونحمده الحبيب. الحمد لله. إلا ما وفقش الله وشاف الله راه ما يشافي حتى شي واحد. بطبيعة الحال. ولكن إنسان واحد الإنسان اللي كان في المصلحة الناس. إنسان ياخذ بالأسباب ويعطي الكمال على الله سبحانه وتعالى. وسبب والله الله تعالى وتبارك جاب السبب باش يشافي الأمة ديال يشافي عباده. إنه ما كيتشافوا به المسلمين وغير المسلمين. الحمد لله كلشي كيتشاف بهذا الدواء هذا راه المراكز ديالو كاينه في بلدان عربيه ومن نهارها ومن نهار فاش خلقنا ما عمرنا شفنا شي دكتور عنده الجائزه العالميه في دار الطبيب في العالم حتى شفناها عند دكتور الهاشمي. حنا داك في 2005 كنا متبعين مع القناه ديالو كنا فرحانين بزاف ملي شفناه، فرحنا فرحه كبيره ملي شفناه، شفنا الدكتور الهاشمي يمشي للدول ويفرح بالايتام ويداوي الناس في لبنان وفرنسا ويداوي الناس في ليبيا والناس عندهم امراض خطيره، كنا نقولوا يا ربي الحبيب شكون غيدينا حنا نديروا الجنحين ونوصلوا تما. ايوا ها هو ولا في المغرب ربي ما شاء الله 8 المراكز كاينين في المغرب. ينقاطعك على ذكر قلتوا القصر الكبير يكون مركز، هو حنا كنختاروا يعني المدينه اللي كتكون الكبيره في المنطقه، يعني بحال دابا طنجه انتم مجاورين ليها كتحنا من طنجه. حنا طنجه حنا طنجه قريبه لنا ولكن ما كرهنيش يكون في القصر. ما كرهناش. ما كنشوفوش المدن حيت دابا كاين بعض الناس عيانين كبارين. نعم تقول له سير من طنجه منين ما كذا ما يعرفش وما يامنش حتى ما شافش بعينه ما جربش. دابا شنو كاين كاين الناس اللي داروا جرعه جا من حال بعيد وعاد جرعه ها هو جرعه ما دارت له والو وقال وما كيشافيش حيت كل واحد علاش كيشفى بصح واحد يدير بعد انسان كيدير جرعه وكيشفى كاين جوج انسان كيدير جرعه 12 كاين بعد انسان 12 بعد الانسان على نصف الجرعه كيجيب ربي يشفى على النص. ولكن دابا اللي ما عندوش التجربه كيقول له راه ما كيداويش. انا شحال انا قبل ما ندير الدواء العلاج الاولادي قبل اللي كنلقاه واحد الحاله ملتهبه نقول له ما عندك شي فايده تمشي سير للدكتور الهاشمي بلا ما تقلب تعذب راسك. هذاك اذا كنتي غتخاف على العمليه غديرها راه انت ما غديرهاش. اذا كنتي غتخاف على الدواء غتبقى طول حياتك بالتحاليل غتبع معاه وغتشفى. يتبع ما دابا مريض السكر ما كيشفاوش مالي مرض اخر ما كيشفاوش الا تبعوا مع الهاشمي غيشفى غادي يشفى غادي يرتاحوا غيتهناو بعدا من العلاج دائما غيتهناو من التحاليل دائما. اسيا كيف قلت لك استعملتي منتجات الهاشميه شفتي النتيجه حسيتي بصحتك كيف كانت كيف ولات يعني كاين تحسن كبير زادتني انا فرق كبير بين دابا وبين العام الاخر لك يعني غدا التحسن الصحه ديالك كترجع لك. الكلمه اللي ممكن توجهي الناس اللي كيشاهدونا دابا بحكم انك استعملتي الدواء ديالو وراه انت عارفه ادرى بالكل من النتيجه يعني انت ذاتك راه تحسي ب بزاوكتو مزيان ما عندو ما مزيان اسفين انا صابته ديال وحده بيت عليه مرتاح. باش نصحي الناس انصح كان الواحد المريض تبع الدواء الهاشمي السكر عليه بزاف السكر زاتيا. بارك الله فيك سيدة صفية باش نصحي الناس حكم انت عندك تجربتين يعني الابن ديالك والبنت ديالك. انا عندي تجربه وكان عندي فيه الامل كثر قبل ما نعمل الدواء ديالو حيت انا كنت متبعه مع القناه ديالو وكنشوف النتيجه ديال الناس كاملين. كنت كنشوف الناس كيبراو وكيشهدوا الناس كنت كنشوف الناس كاملين كيشفوا عليه. انا مشيت عنده حتى كان عندي الامل عاد مشيت عنده. وباش تنصحي الناس؟ والناس اللي هو اللي امن وبغى يشافي راسو ويتهنى من التعب وهو عزيز على صحته بغى العلاج مزيان يمشي للدكتور الهاشمي واللي ما يامنش هو اللي يعرف راسو. وكلمه للدكتور الهاشمي الدكتور الهاشمي ما نساوش خيره الدواء واخا خلصناه ديناه فابور لحسن ليش فيه دواء الدكتور الهاشمي عنده تا خلاص. بارك الله فيك. دواء الدكتور الهاشمي ما دواء الدكتور الهاشمي واخا يكون بفلوس كيتسمى بلا خلاص. حساب الدواء ديالو بحال رحمة سيدي ربي معجزة من عند الله. حنا كم دابا 2005 وانا متبعة الحالات. متبعة الحالات اللي كيشفاو متبعة الخير ديالو متبعة الكرم ديالو متبعة الأخلاق ديالو. الله يبارك له في العمر 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 والله يزيدوا هذا العلم أكثر من هذا العلم هذا. طلب الله تعالى الله يزيدك اكثر من هذا العلم والله يخليه لنا والله يجعل ربي نتلقاوه مباشره يكون حدانا قدامنا ان شاء الله باذن الله. الله يعمر السلعة الله تعالى وتبارك. شوف ارتاحيتي الله الله يحفظه. حنا مازال يعني ارتاحيتي للدواء بغيتي تبقاي متبعاه. حنا مازال حنا مازال طالعين الدواء حنا ماشي دابا عندنا الدواء صحابك حنا الدواء ديالو حنا الدواء ديالو باقي محتاجينه وباقي نتمناو نجيبوه واخا بعيد واخا قريب إلا رزق الله الوجد
باقي عندنا الغرض نجيبوه ان شاء الله. حساب الدواء ديالو مزيان، الدواء الدواء ديالو بحال رحمه سيدي ربي، هو مؤمن وربي يوفقه. هذاك الشيء، هو راجل طيب وراجل مزيان وراجل كريم. شكون نلقى هاد الانسان اللي يفرح باي مخلوق، يعاون اي مخلوق بالكبير والصغير بالقوي والضعيف؟ هذا مشو خير سيدي ربي، هو وفق ربي على حسب الاخلاق ديالو. الحمد لله. ها الله تعالى وتبارك عطاه العلم، ديك عطاه العلم على حسب الاخلاق ديالو، حسب النيه ديالو وعلى حسب القلب ديالو. ان الله يوفق المؤمنين، النجاح ربي هو اللي ينجحوا. شفت تبارك الله، شفت تبارك الله، من 2005 انتشر الخير ديالو في العالم كله، كل شيء كيبغي الدكتور الهاشمي. الجزائر كيحنا قالها، المغاربه، في اي الاردن، في اي دوله، كل شيء. علاش دابا هو كل شيء بغاه، كل شيء فتح له من المراكز، لحسب في مصلحه الناس، في المنفعه للناس. لو كان ماشي في المنفعه للناس وما نفعش الناس، كون غيساعدوا يساعدوش الا لقوا عنده الحق والنجاح مع سيدي ربي الكريم وساعدته. كل شيء الدول ساعده، كل شيء الحمد لله. وبهذه المناسبه يا ربي شوف الهاشمي، شكرا الدكتور الهاشمي، نصيفط لك الف سلام، الف تحيه، ونشكرك الف شكر. الله يبارك لك، الله يبارك لك في الاعمار ويخليك ربي ويعطيك ربي العلم اكثر من هذا. بارك الله يخليك، الله يخليك الدكتور الهاشمي، الله يحفظك، الله يعاونك. انا نشوف اللي يعمل الخير في الناس، شكون هذا الحبيب اللي غادي الناس للحج؟ شكون هو يعطي الناس الدواء مجانا؟ شكون هو الحبيب يجي للايتام هكا ويهز، يقبل على القوي والضعيف؟ هذا مشو الخير سيدي ربي، هذا الكرم والحنان والاخلاق، راجل متواضع، الله يعمر راسه. الحمد لله، الله يحفظه، الله يبارك في عمره، الله يبارك في عمره، الله يبارك في عمره. انا نقول لخوتي المسلمين في المغرب وفي غير المغرب، اللي عنده الامراض صعيبه والامراض مزمنه وماشي معذب بالتحاليل والشواكي لا على السكر ولا على غير السكر، يمشي عند دكتور الهاشمي، يعمل دواء شهر او شهرين او 15 يوم، يجيب ربي الشفاء، يتهنى، يتهنى من ديك التحاليل، ويتهنى اذا كان يجرح ما يجرحش، واذا كان متبع الدواء دائما ما يبقاش. ان هذا الدواء هذا بحال اللي كتحط واحد التغذيه مزيان على الطابله وداكل، داكل تتشبع، ماشي بحال الدواء الكيماوي كتمشي تضرب الشوكه صعيبه، كتمشي تاكل دواء حار، يعني عباره عن اعشاب طبيعيه، عسل حر، لا كل شيء مزيان، كل شيء مزيان. وفعلا كل شيء، هذا الشيء هذا الاعسال وهذا الماء الزمزم وهذا الاعشاب وهذا التغذيه كلها موجوده مع سيدي ربي، ولكن الله اللي يعطي الخير للي بغاه، هذاك اللي يعطي النجاح للي بغاه. بالفعل هو الله سبحانه وتعالى حبه ووفقه. وبالمناسبه والله يبارك له في العمر، الله يبارك له في العمر، الله يبارك له في العمر، الله يزيد اكثر من هذا. حنا كنشكروه ماشي عندنا بني جات عندنا مني، حنا في البرنامج كنشكروه، واخا يعني في الغيبه ديالو واخا جالسين، واخا شي واحد كيبينو في التلفزيون كيعطي البرنامج، حنا كنقولوا هذا حق جربناه وشهدنا عليه، هذا حق جربناه وشهدنا، واللي جرب وتبع راه غادي يجرب. دابا شحال الناس، دابا واحد ها هو بلاتي، دابا واحد جرب تلقى واحد مريض كيقول له ودي لا وقف لك العلاج ما كاينش فايد، مشي سير الدكتور الهاشمي، دير النيه وسير، واخا تبع مثلا 10 الجرعه او 6 او 7 راه انت غادي تشفى، او 5 راه تشفى. كاين واحد كيقول عنده جرعه واحده، دار جرعه كيقول له لا بلا ما تمشي، وراه دار غير جرعه. كاين بحال الطبيب، دابا هو الطبيب ديال الكيماوي، كاين داغيه كيبرا كيتبع حياته كامله، وهذا الدكتور الهاشمي كيتبع 4 جرعات ولا 5 ولا 6 ولا 10 وكيشفى. كاين دواء صعوبه، واخا نعم بنتاج بعض كاين دواء صعوبه، كاين يبرا من جرعه وحده، كاين يبرا من جوج على حساب. ومناسبه الشفاء ديال ابنه ديالك، شيخ محمد بن راشد الهاشمي بعث لكم جرعه وقائيه، ان شاء الله تكون تتم. الله يكثر خيره، الله يكثر خيره، الله يكثر خيره، الله يخلف عليه مناسبه الشفاء، الله يخلف عليه. شوف الله يخلف عليه، هو متسعفه اللي يعطي لنا ونغيرنا، متسعفه اللي يعطي اي واحد، متسعفه ربي 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 رزقه من ياش يعطي، ولكن متسعفه ربي عرف بن يعطي، ربي عطاه الخير ولكن يتساهل كيعطي، يعمل مع الناس كل مزيان وكلهم كيعطيهم وكلهم كيوقفوا حداه كيعطيهم وكلهم كيعمل معاه مزيان، والله يخليه يا ربي. وحنا مفتخرين بواحد الشريف مسلم، واحد الدكتور مسلم، دكتور مسلم حب الله تعالى وتبارك وفقه في الامه المسلمه، حنا مفتخرين به في الامه المسلمه، في الامه سيدنا محمد مفتخرين به، حنا الدكتور الهاشمي مفتخرين به في الامه ديالنا، في الامه المسلمه. الله سبحانه وتعالى، انه هو الله سبحانه وتعالى نمن عطاه في الاول البركه، ونمن شرف المسلمين. عرف حنا النهار اللي كان فتح الحساب في المغرب، قالت لي بنتي راه فتح الحساب في المغرب، كل اكبر فرحه في الدنيا جاتني.
كنت نقول نشري من الدوان ولدي. اكبر فرحه في الدنيا جاتني دابا ما شاء الله 8 المراكز في المغرب الحمد لله. واخا حنا جبنا لينا الحمد لله الحمد لله الحمد لله تعرفوا عليها مجموعين الحمد لله الحمد لله. الدواء 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 هذا الدواء هذا الشريف. هيا الاسم ديالك سي سنوني كنت عشان صباح سنسان صباح الدواء منه ياك هادي مجلة كتصدر واش حال ما جرى مخبع معنا عندنا مشكلين عندنا وتاسيط تبارك الله عندنا وعندنا عندنا عندنا عزيزين بحال اللي كتدخل واحد 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 المجلة عزيزه نضار اللي كتجي فيها حالات شفاء فيها مواضيع فيها حوار مع الشايب ما عندي هنا بزاف منهم وحده وتا ولادو كنشوفوهم عزيزين تا ولادو عزيزين علينا نشوفوهم والباقي ما عندي هنا نبداو ب هذا معروف ماء ممزوج بزعفران حر مقرا عليه القران كتشربيه ثلاثه المرات في النهار اييه ها هو كاين كيف كنقولوا كلام الله سبحانه وتعالى فيه شفاء فيه شفاء فيه راه بحد ذاته علاج وراحه نفسيه شحال كتصنطي ليها ثلاثه مرات هي اقل حاجه ثلاث مرات بعد ما قلت لك حنا في الاول ما كيعطيناش هذا كيعطينا الاخر نعم كيعطينا التاسيط ما كيعطيناش السيديه في الاول دابا سيديك عندكم فاش تخدموا عندنا التاسيط بحال التاسيط بحال 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 رقيه شرعيه بحال كاين هذا على الريق هذا مزيان كيليق الاعصاب مهدئ حنا في الاول مريح الاعصاب حنا في الاول كنا كنطيبوا عاد عرفنا ما يطيبوش لا ما طيبيش كنا كنطيبوا ديري معلقه في المطايب كاس المطايب حنا كنا كنطيبوه نشوفوا قناه الحقيقه نسطيبوها ساقه دواء ما كوبوا هذاك لا كوبي لان هي بصفه عامه كاع الاعشاب غير الزعتر ولا هكا ما كيطيبش كدير ما طيب وكدير فوق تخليه الحنا عرفنا ولا يزير الزعت اي حاجه في الاعشاب ما تطبخش باش ما كتحيدش المفعول ديالها كديريه مع دابا هذا مع القاف كاس المطيب دابا الا طاب ما كيبقاش عنده المفعول المفعول ديالو كيبقى الا طب لا ما نفضل ما طيب لا حنا كنا كنطيبوه ولا في الاخر عرفنا ناس ما كيطيبوهش ولا كاس المطيب كديري فيه معلقه وكتخليه 10 دقائق كيطلق المفعول ديالو كيعطي كتصفيه وكتشربيه وكاين عاود هذا هذه جرعه ديال الدم يعني مقويه هكا لا هذه عمرنا ما طاها ما طفيش طاها لنا شحال بس كتبها هي شوفها من خلال المكونات فيها زعفران فيها خلطه فيها خلطه فيها خلطه خلطه اللي كتلقى حتى هي نفس الشيء كديري معلقه في كاس الماء مغلي طايف بحال هكا كتخليها 10 دقائق وكتغلق كتغطي الفوق ديالها بحال في ديال الكاس كتغطيه بشي طبيسي صغيور 10 دقائق فوالا باش البواخ يرجع فيه كتصفيه وكتشربيه دابا هذه الطريقه ديالو عارفينها هذه الطريقه ديالها بحال بحال كيف 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 هي على الريق لا هذه وقت اللي بغاتها مره واحده في النهار مره واحده في النهار الوقت اللي بغاتها صافي انت كنزيد 10 دقائق مره واحده في النهار وقت اللي بغات هذا اللي على الريق ما كيف كيف كنشوفوا من خلال اللون كاين اختلاف المكونات صافي هادشي مول فين هذه صافي هذه مور الماكله ياك وقت اللي بغات مره المهم مره في النهار مره في النهار معلقه صغيره معلقه صغيره كديرها في كاس ديال الماء طايب تخلي 10 دقائق تغطي داك الكويس ومن بعد تصفيه وتشربوا هذه زيت زيتون كندهنوها للدس ديالنا مع الدعاء ومن الافضل ملي تكوني دهنيها تكون رقية شرعيه خدمه هادي ديال الراس قلتي بلي الالم ديال الراس هذا كدهني الراس ديالك اي جوج مرات طلعتي شويه حنا فيها جوج حنا كنشوف جوج مرات وحده في الصباح وحده في العشيه في المساء كاينه هادي يدهن على جيوب الانف والجبهه يعني هي هادي هادي حتى هي جوج المرات في الصباح وفي العشيه هذا كي وكيف كنقولوا هاي دابا ديال الراس وديال الانف راه كاين اختلاف من حيث اللون يعني راه المكونات مختلفه هذه ديال الراس هذه ديال الراس وهذه ديال النيف والجبهه وكاين عسل حر ممزوج باعشاب طبيعيه هذا كنديروا من مور الفطور مور الغداء مور العشاء معلقه واحده ثلاثه المرات في النهار من بعد الاكل من بعد الاكل كتخلطيه وكتشربيه يعني كتخلطي باش الاعشاب ما تزبرش كتاخذي معاها خلاص راه مولفين 12 جرعه ما شاء الله انت غتورينا دابا هي راه عندنا نقول تبارك الله هكذا ما شاء الله
هاد الدواء اللي عطانا الدكتور الهاشمي الله يخلف عليه، بارك الله فيك، والله يخلف عليه، الله يخلف عليه، الله يطول له في الأعمار هذا رمضان وهذا الأواشر، وعاوننا في هذا الدواء، صدقوا علينا الله تعالى يرحم والديه إلا كانوا باقي له، والله إلا كانوا ماشيين باقي له الله يرحمهم، كانوا باقي له الله يرحمهم، بارك الله يخليهم له إلا كانوا باقي له، والله يخلي له ولاده، والله يحفظه، والله تعالى وتبارك فيه ما في علمه، الله يزيدو أكثر من هذا العلم هذا، آمين. والله رزقه ما يصدق أكثر من هذا الصدقة اللي يعمل، طلب الله تعالى وتبارك فيه يزيدو في الرزق أكثر من هذا يولي يعمل صدقة أكثر من هادشي اللي كيعمل. وتحنا إضافة يعني كنفرحوا ملي كنشوفوا ناس كيستعملوا المنتج وكيتشافى ويعني راه كتكون فرحة كبيرة. دابا أنتم شاركين معاه في العمل دابا خويا هو يعني الأساس شناهو هو شفاء المرضى، يعني ملي كيتشافى شي إنسان راه فرحة كثيرة كتكون. الدكتور نعم الأعشاب الطبيعية ما تضرش. كله أعشاب كيف كنقولوا لا الدكتور الهاشمي لا ما نفعش راه ما يضرش. قلت لك الدكتور الهاشمي هذا عنده ما يدير لك هذا الخير عطاه له سيدي ربي ودير به مزيان ودير به مزيان مع الامه وربي يوفقه الله يبارك له في العمر وانتم الله يعاونكم الله يكثر خيركم الله يعطيكم النجاح الله يعطيكم النجاح الله يعطيكم النجاح الله يعطيكم النجاح. دابا هو واخا هذا العمل هو سبب ماشي خدام مع بحده كل شيء تبارك الله معاونه وكل شيء نساهم معاه كلشي الحمد لله. كيف قلت لك حنا غير ما كتكون النتيجه فيها الشفاء راه كيهون اي حاجه كتهون. الله يكثر خير كيف قلت يعني الشكر راه كاين الناس في المعمل كيخدموا كاين ناس انا عارفه كلشي كنشوفوا كلشي كنشوف شوف راه كلشي يعني فريق العمل احنا متبعين مع القناه ديالو مع الناس اللي في العالم كله شحال خدام معاه شحال كيشرف معاه شحال كيصدق وشحال كيكرم شحال كيعاون وشحال كي بزاف يعني هذا الفريق عمل كله هدف واحد باش نجيبو نشاركو وكنحب الناس كانوا مراد شافوا وكنحب في قلبنا ان راجل متواضع راجل من اهل الكرم من اهل الخير الله عمره سلعة الله يحفظه الله يبارك في عمره الله يخليه الله يخلف عليه الله يخلف عليه بارك الله الله يخلف عليه وعليكم انتم جبتوه لنا وضربتوه تمارا وجبتوه انتم الله يخلف عليه وعليكم بارك الله الله يجعل فيه البركه انتم هو الله يخلف عليكم فتحتوا لنا البيت ديالكم شاركتونا يعني اللهم لك الحمد شوف الحمد لله نشكره ان الله تعالى وتبارك هو مول الخير هو اللي كان الله سبحانه وتعالى اللي هو اللي رزق وجعل هذا الشيء يكون شفاء للأمة الحمد لله الأمة. الحمد لله هو اللي ربي هو اللي جعل هذا الشيء شفاء لعباده الحمد لله والدكتور الهاشمي سبب الله تعالى يحفظه الحمد لله الله تعالى يحفظه هو ما مقصرش مجهوده مع الناس كاملين الحمد لله اللي يدهن الحاج اللي صدق عليه اللي يعاونه الله يكثر خيره نطلب الله تعالى وتبارك يكون عمر طويل حتى نلقاوه مباشره ان شاء الله ان شاء الله كل شيء عند الله حنا نصيفوا له الف سلام ونشكره الف شكر الله يكثر خيره الله يكثر خيره الله يعاونك السلام ديالك راه كيوصل دابا ان شاء الله نصيفوا الف تحيه والف سلام دكتور الهاشمي دكتور الهاشمي عزيز علينا وعزيز على الناس كاملين الله يعاونه الحمد لله فيما مشى مشى للمغرب فرح بها المغرب مشى للجزائر الحساب هو العلاج ديالو مزيان وكلامه مزيان وكلشي فيه مزيان الله يكثر خيركم الله يكثر خيركم شهاده طيبه الله يكثر خيركم الله يكثر خيركم مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم وإلى حين اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ولا تيأسوا دمتم في أمان الله